لو عندي عمر يكفيني لنشرت تعاليم الدين. لو عندي عمر يكفيني لنشرت تعاليم الدين. ما بين القاصي والداني من أقصى المغرب للصين. لو عندي عمر يكفيني لنشرت تعاليم الدين. ما بين القاصي والداني من أقصى المغرب للصين. لو أملك كل الأقلام لرسمت جمال الإسلام. لو أملك كل الأقلام لرسمت جمال الإسلام وهدمت جميع الأصنام. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نطل عليكم اليوم من خلال برنامجكم المميز في رمضان دليل المشاهدين، وقد شرفنا في هذا اللقاء ضيف عزيز على قلوبنا ونفخر باستضافته، فهو إنسان مميز وصاحب قلم سيال وأفكار عظيمة وله طرازه الخاص وشخصيته الساحرة في أدائه وإتقانه. إنه الأستاذ الحبيب على قلوبنا كريم عمر الشاذلي من دولة مصر العزيزة. ويعد الأستاذ كريم الشاذلي كاتب وباحث في مجال العلوم الإنسانية والتنمية البشرية، وله 15 كتاب تتحدث عن تنمية وتطوير الشخصية والعلاقات الأسرية، وقد ترجمت معظم كتبه إلى اللغات الأندونيسية والماليزية والكردية، وقدم برامج تلفزيونية وإذاعية، وحل ضيفا على العديد من المحطات الفضائية متحدثا عن كتبه وأفكاره، كما ألقى العديد من المحاضرات والندوات في جامعات المصرية، وتم تكريمه من قبل جهات رسمية، وقدم العديد من الدورات التدريبية التي تتحدث عن تطوير الشخصية والعلاقات الأسرية والتربوية. ضيفنا له مقال أسبوعي في مجلة بصوتل الإلكترونية، ومقال أسبوعي في جريدة الدستور المصرية باسم آدم وحواء، وهو من مصر العزيزة متزوج ولديه من الأبناء مهند ومعتز. مستمعينا الكرام، باسمكم واسم الشخصي أرحب بالأستاذ الكريم كريم الشاذلي، فأهلا وسهلا بك أستاذ كريم، والسلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضرتك. يعني نحن نتشرف بإذاعة القرآن أن نرحب بك اليوم يعني في هذه الإذاعة في الشهر المبارك، وكل عام وأنت بخير. وأنت بالصحة والسلامة، الشرف لي أنا وأسعد وأشرف أن أكون موجود مع حضرتك شخصيا، وألتقي بأهلنا الكرام في فلسطين عبر أثير إذاعتكم الطيبة الكريمة. يعني أنا صدقا من الناس الذين أيها المستمعين الكرام أعجب بالأستاذ كريم الشاذلي في كتاباته الرائعة، وكتاباته رنانة في ذهني، فلن أنسى امرأة من طراز خاص، ولا الشخصية الساحرة، ولا الإجابة بالحب، ولا كم حياة ستعيش، ولا الكثير من الكتابات التي أثرت بنا جميعا. نعم لك محبين كرام، وخصوصا استضفناك أستاذ كريم في برنامجنا في رمضان لنتحدث وإياكم عن دور الإعلام وأثره في تربية أبنائنا، لنتناقش وإياكم هل هناك للإعلام بصراحة أثر في تربية أبنائنا وتشكيل أذهانهم وأفكارهم، وما هو ما خطورة الإعلام في هذا الموضوع؟ أيوة فندم، يعني بسم الله الرحمن الرحيم. في الحقيقة لعل أصبح من المسلمات اللي يعرفها الجميع الكبار والصغار اليوم بأن الإعلام بيمارس دور خطير جدا في المجتمع، من حيث التأثير في القيم والمعتقدات والأفكار والتوجهات لدى الكبار والصغار على السواء. وإذا ما كان للأسف الشديد بنجد أن اليوم الإعلام بيؤثر تأثير كبير جدا في تشويه الأفكار والقناعات والقيم لدى الكبار، وأصبحنا للأسف أيضا لعل يعني كثير من الدول التي يعني زحف إليها الربيع العربي والثورات، يمكن أن نشاهد كيف يمكن للإعلام أن يشوه الثورة في هذه البلدان، وكيف يمكن للإعلام أن يقلب الأبيض أسود والحقيقة باطل في أذهان يعني أناس كبار وأناس ذو مكانة علمية ما كنت أبدا تتصور يعني أن يكون بنائهم الفكري بهذه الهشاشة. إذا كان هذا حادث مع الكبار فمن باب أولى أن يكون الخطر محدق وكبير وخطير جدا لأبنائنا الصغار. في الحقيقة أن الإعلام وما يقدم لهم على شاشة التلفاز له أثر كبير. قبل أيام طبعا كان هناك الحادث يعني الأودى بحياة
يعني جنود مصريين على الحدود. نعم، ونحن نقدم لكم العزاء لدولة مصر الشقيقة، ونسأل الله يرحمها والأشهداء. العزاء لنا كلنا، لأن نعم، لأن يعني نحن في مصر ندرك جيدا إن يعني إن من مات يعني هم مصريين. العمق الوجداني والعربي والقومي والإسلامي يؤكد إن هم مش أبناء مصر فقط، هم أبناء مصر وأبناء فلسطين وأبناء كل بقاع العالم الإسلامي اللي ابتدنا قلوبهم. فهو العزاء لنا كلنا في الحقيقة، ولكن مع وجود إعلام مشوه، مع وجود تيارات في مصر للأسف الشديد تعشق الصيد في الماء العكر، فظهرت كثير جدا من الدعوات على الفيسبوك في الفترة الماضية وفي خلال يعني 48 ساعة الماضية بتؤكد إن إحنا يجب أن نعلم أبنائنا من الآن وهم صغار إن العدو الأساسي والحقيقي والذي يجب أن ننتبه منه هو العدو الإسرائيلي. لأن بدأنا نسمع من يعني من غربان يجلسون أمام الكاميرات وهم يتحدثون عن إن هناك إشكالية مع يعني فلسطين، وإن لما معبر يعني رفح فتح فدخل بعض العناصر الإرهابية. فأقصد أقول يا أخي الكريم خلاصة كلامي، وهو إن إذا كان هذا يحدث مع الكبار فباب أولى إن هو يحدث مع الصغار، وباب أولى إن إحنا نهتم يعني بالمحتوى الذي يقدم لأبنائنا. ولم تعد نصيحة دمر تلفازك هي الحل، عشان خلاص التلفاز أصبح جزء لابد من وجوده في المنزل يعني، ومن يستطيع أن هو يستغني عن التلفاز فسيجد أنه بيفقد أشياء كثيرة جدا، هو من استطاع أن هو يحتفظ بالقنوات الهادفة أو الجيدة فسيجد أنه يعني بيفوت عليه برامج محترمة بتذاع على قنوات فيها الغث وفيها السمين. فأصبح على كل أب وكل أم وكل مربي واجب ثقيل جدا. تمام، سؤالنا أستاذ كريم هو الذي يعني يطرح نفسه هذا السؤال الآن، ما هو دور الوالدين يعني كأب وأم في تربية الأبناء في ظل هذا الإعلام، وخصوصا كما تعلم إحنا في شهر رمضان المبارك يعني توجه الكاميرات والفضائيات والإعلام ضخ كبير جدا من برامج لإلهاء وسرقة أبنائنا من خلال الشاشات هذه ومن خلال إعلامهم. دور الأب والأم إيش ممكن نقول لهم، وإيش ممكن يعني حضرتك يعني تطرح من الأفكار ما نعزز دور الآباء في هذا الموضوع؟ دعنا نضع يعني خط عريض ونمضي فوقه. هذا الخط العريض يقول أن عملية التربية هي كما يقول فز يعني محمد قطب في منهج التربية الإسلامية هي نوع من ألوان الكد والكدح المكتوب على البشرية. صحيح، هو لون من ألوان الجهاد الذي يجب على كل إنسان أنجب ودفع للحياة بإذن أن هو يستشعر هذا النوع من الكد والكدح والجهاد. أبنائنا بيخرجوا في الشارع وبيرجعونا متسخين، متسخين ملابسهم وهندامهم، متسخين ربما بألفاظ وكلمات وقيم أخذوها من الشارع. فدور الأب والأم بشكل عام هو التعهد المستمر، ولله نشكو يعني تربية بنصرف فيها الغالي والنفيس من وقتنا وجهدنا ويضيعها التلفاز والشارع وأصدقاء السوق والمدرسة للأسف الشديد. فهنا نقول إن التلفزيون يجب أن نأخذه أيضا بجانب يعني هذه القاعدة، وهو إن أبنائنا يتفرجوا فلا يجب أن نترك لهم التلفاز مفتوح. للأسف 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 في رمضان تحديدا وبالذات وبشكل مذهل يوجد برامج لا يمكن يعني لا يمكن أن أنت تتخيل أن هي تكون موجودة. صحيح، لا يوجد عفة ولا يوجد حياء ولا يوجد احترام. وأنا يعني أستعجب وأستغرب، وهو استعجاب تطرحه الفكرة السليمة، كيف يمكن للمذيع أو المذيعة أو الممثل أو الممثلة أن هم يعني تقع عيونهم في عيون أبائهم وأمهاتهم وأبنائهم بعدما قاموا به أو قالوه. أنا مستغرب إزاي. صحيح، يعني إزاي ده يحصل. ولكن أرجع أقول لعل برقع الحياء يعني خلاص مش موجود، نزع للأسف نزع. فإحنا نتكلم على أبنائنا. أنا أشوف أن كل أب وأم يجب أن هم يستشعروا بأن هم عندهم نوع من الجهد المتواصل اليومي اللي يجب أن هم يقوموا مع أبنائهم من خلال الجلوس معهم، من خلال تنمية نوازع الضمير جواهم. يعني هي القضية مش قضية اقفل التلفزيون أو كذا. طبعا أخطر شيء في الدنيا وهو إن الأب أو الأم يضبطوا وهم يشاهدوا هذه الأشياء. صحيح، إن يتم إن ينشأ الابن أو الابنة وهم يعني يشاهدوا إن الأب والأم ليس عندهم أدنى مشكلة ولا أدنى قدوات، يكونوا قدوات لهم. صحيح،
هذه هي الإشكالية. نعم. بعد ذلك يجب على الأب والأم أن هم يشرحوا هذه النقطة اللي احنا يعني ما بنعيهاش بشكل جيد أخي الكريم. هو إن احنا ممكن نطفي التلفزيون، ممكن لما نشوف مشهد نغير المحطة. يجب واحنا بنعمل كده نشرح لأبنائنا احنا ليه غيرنا القناة دي وليه. يجب إن احنا نوضح لهم إن اللي بيحصل ده شيء مش جيد وشيء مش حسن وشيء لا يأمرنا به إسلامنا وشيء يغضب الله سبحانه وتعالى. لما أشرح لابني كده فأنا بزرع وبغرس الطين عنده، ربما ابني يشرح لي طب هو ليه أدم دي حاجة غلط هم بيعملوها، طب ليه ناس بتشوفها مدام ده شيء سيء. فأبدأ أتناقش مع ابني نقاش وحاول أن يكون قريب من ذهنه وعقله حتى أنمي عنده عضلة الضمير اللي تمنعه وأنا مش موجود إن هو يرى أو يشاهد هذه الأشياء. دي من الأشياء الجيدة والتي يجب على كل أب وأم إن هم يستشعروا ثقلها وأهميتها. تمام. إحنا للأسف معظمنا برضو عندنا عيب إن إحنا لما بنزهق من أبنائنا نلقي بهم أمام هذا الصندوق الصغير الساحر المسمى بالتلفاز، وهذه أيضا من يعني من الأخطاء اللي إحنا يجب إن إحنا ننتبه ليها. وإذا ما يعني ما استطعنا إن إحنا نضع عليهم قنوات خاصة بيهم إن هم يعني في سن الأطفال الصغار يعني احنا بنأمن وهم قاعدين قدامها، فده يعني ممكن. اما ما دون ذلك فيجب من الرقابة والمتابعة الدائمة قدر المستطاع. جميل جدا. يعني استاذ كريم وضعت يعني يدك على كثير من النقاط الهامة، لعل الوالدين يكون يشعر في المسؤولية امام هذا الموضوع، لانه كما تعلم هناك خطر. ويسمع ويعلم مستمعينا انك ستسأل امام الله ايها الاب وايتها الام عن هذا الابن وتلك البنت اذا لم نحسن يعني توجيههم التوجيه الصحيح. سؤالي الذي حقيقة لابد ان اسأله معك أستاذ كريم، ما هي مسؤوليتنا يعني حقيقة، وخصوصا مسؤولية اليوم الشباب في التعامل مع الإعلام، يعني خصوصا في إدارة وقتنا في رمضان حتى لا نضيع وقتنا؟ وما هي رسالتك للشباب اليوم كيف يستثمر أوقاتهم لأنهم جزء من أبنائنا وجزء من المجتمع؟ نعم، شوف خير الكريم، وطبعا مرحلة الشباب تحديدا هي اللي ذكرت حتى في الحديث في النبي صلى الله عليه وسلم إن المرء فينا يعني مننا كل إنسان مننا سيسأل عن عمره بشكل عام ثم عن شبابه بشكل خاص. فهنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ذكر العمر، ان كل انسان فينا شاب يعني وهو كهل وهو شيخ يسأل عن مجمل عمره، ثم سيسأل مره ثانيه عن اكثر فترات عمرنا خضرارا وزهاء وقوه وجمالا وروعه. هذه الفتره هي الفتره اللي بنغرس فيها يعني اكبر كميه ممكنه من الحصاد اللي احنا بنجده عندما نقف امام يد الله سبحانه وتعالى ونبدا في وزن اعمالنا الخير منها والصالح. وفي عمر الشباب هو اكثر الاعمار حتى معصيه لمن يعني ضل الطريق واتجه الى طريق الاسفل. احنا بفضل ربنا سبحانه وتعالى ان هو اعطانا في كل عام 30 يوم نستطيع ان نستسل فيهم من مشاكلنا ومن عيوبنا ومن ذنوبنا ومن اثامنا اللي احنا ربما نكون ارتكبناها طوال العام. جاهل وفاهي، كل شخص او كل شاب يضيع هذه الفرصه بين يديه. كلنا بشر، وانا دائما يا اخي حتى في كتاباتي اميل الى التعامل مع النفس الانسانيه على ان هي نفس ضعيفه. صحيح. فكلنا بنخطئ، كلنا بنذل، كلنا بنقع، وكلنا بنرتكب بعض الاسام وبعض العيوب. دائما يعني الشيطان منهجه الاساسي هو من تقنيه البشر. ليست قضيه الشيطان ان احنا نقع في المعصيه او نقع في الشهوه او نقع في الخطا. كلنا، لان بشكل عام كلنا خلاص بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم انتهى اخر المعصومين على سطح الارض. ولكن مهمه الشيطان الاساسيه اللي بيركز عليها كل مجهوده هو انه يباعد ما بيننا وما بين التوبه، وما بيننا وبين السقوط بين يدي الله سبحانه وتعالى في سجده طويله نزلت من خلالها الدموع ونندم امام الله سبحانه وتعالى ونقرر ان احنا ما نعودش مره ثانيه الى يعني الى ما ارتكبناه. فانا احب اقول يعني للشاب ان انت يجب ان يكون لديك في رمضان غزوه. نعم. تغزو بها الشيطان، وتكون هذه الغزوة هي أعظم وأهم وأكثر غزواتك تركيزا. هو ده الفرق ما بينك وما بين يعني الشخص الضعيف المنكسر. أنا زي ما قلت أنت بتذنب وكلنا بنذنب وكل البشر بيذنبوا. صحيح. ولكن الفرق الأساسي في أن أنت استطعت أن أنت تتغلب على عثراتك وعلى أزماتك يكون في قدرتك على التوبة والإنابة والعودة إلى الله سبحانه وتعالى بالدموع. هذا وكذلك احنا نسمع دائما اخي الكريم
حصري في رمضان. صحيح. حصري في رمضان. مسلسل حصري، برنامج حصري. وكي يحصروها كلها في رمضان، يعني الإعلام يوجه نفسه فقط في رمضان، وتحصر وتحشر كل هذه المسلسلات للأسف في رمضان فقط. الحقيقة يا فندم بقى أن كل ذا كلام فارغ، يعني حتى كذابين يا أخي. يعني لما أقول لك مسلسل حصري في رمضان، أنت تجد على 20 قناة، يعني الأمر حتى هم كذابين في هذا. لكن الشيء اللي مش كذب، الشيء اللي فعليا حصري في رمضان، وهو أن الحسنة اللي تصنعها في رمضان بيضاعفها الله سبحانه وتعالى أضعاف لا يمكن عدها. الله أكبر. صحيح. فعلا الحصري في رمضان أن الله سبحانه وتعالى فتح أبوابه بشكل متسع لكي يقبل فيه كل العصاة وكل التائبين والعائدين إليه. الحصر في رمضان أن الشيطان يسلسل ويتم تمهيد الطريق أمامك، لأن أنت تدخل في رحاب الله سبحانه وتعالى دخول كريم ودخول جيد ومحترم. هذا هو الحصر في رمضان. فأنا أطالب الشاب ألا يضيع من بين يديه هذا الأوكازيون. وفعلا يا أخي أوكازيون، إحنا يعني لما نسمع أن فيه أوكازيون على الملابس ولا على السيارات ولا على العقارات نقبل بنقبل بشدة وبقوة. صحيح. هذا هو أوكازيون. ربما يكون الكلام كثير، يعني الكلام كثير عن رمضان وفضل رمضان وجمال رمضان وروعه رمضان، ولكن يجب، وهذا ما يعني ما اريده من الشاب، يجب ان يستشعر جيدا ان هذا ممكن يكون اخر رمضان ليك في الحياه. يمكن بامر طبيعي وسهل جدا. نعم، الموت يهو حظ المسنين وكبار السن، ولكنه لا يتوانى بين الحين والاخر أن يقتل بعض الثمار التي لم تنضج بعد. صحيح. ربما أكون أنا، ربما أكون يعني حد من المستمعين، ربنا يحفظهم جميعاً ويحفظك كمان طول العمر والعمل الصالح إن شاء الله. ولكن مش بعيد أن كل أن أي إنسان فينا يمكن أن يؤخذ من على سطح هذه الأرض. تجعل آخر رمضان ليك على سطح الأرض هو رمضان اللي بيفتح ليك أبواب الجنة مشيئة الله سبحانه. يعني أنا أستاذ كريم صدقا رائع، يعني وخصوصا كلمتك الرائعة أن رمضان هو الحصري في أجره، ورمضان حصري في الأجر الله سبحانه وتعالى الذي يعطيك إياه. فهذا رسالة من الأستاذ كريم الشاذلي أيها المستمعين الكرام، لنستثمر رمضان الحصري في أجره والعصري في حسناته التي من الله سبحانه وتعالى. مستمعين الكرام، حتى نستقبل كل مشاركاتكم واتصالاتكم، وإذا أردتم أن تسألوا الأستاذ كريم نستقبل رسالتكم على رقمنا المباشر 233-10-10. وأيضا نستقبل مشاركاتكم عبر صفحة الفيسبوك لإذاعة القرآن الكريم، وهذه المشاركات نتواصل وإياكم مع الأستاذ كريم، لكن مع فاصل قصير ثم نكمل معكم لتواصلنا مع الأستاذ كريم ضيفنا الأستاذ كريم الشاذلي من مصر. حللت أهلا ونزلت سهلا في إذاعة القرآن الكريم أيضا. أهلا بحضرتك. ورعانا واجعل نوايانا تحت الخطى لهدى، يا غافرا ذنبي يا قابلا توبي، يا ماحيا حوبي اقبلني يوم لقاء، اقبلني يوم لقاء. مستمعينا الكرام، مرحبا بكم وحياكم الله مرة أخرى لنكون معكم في برنامج دليل المشاهدين مع ضيف عزيز على قلوبنا الأستاذ كريم الشاذلي من مصر الحبيبة والعزيزة. أستاذ كريم، حياك الله مرة أخرى والله يعطيك ألف عافية. يعني كنا نتحدث وإياكم عن آخر حديثنا لرسالتنا للشباب أن رمضان هو حصري لكم في أجره، وأن رمضان لابد أن نستغله ونستثمره، وأن ما يبث ويداع من يعني من إعلام كاذب ليدمر شبابنا وأبنائنا من خلال أنه مسلسلات حصرية، إنما هي كاذبة لأنها تدمر هذه أوقات شبابنا وتدمرهم. سؤالي الذي أبدأه معك في حديثنا عن رمضان وحديثنا عن اغتنام رمضان، تحدثنا للشباب، تحدثنا للأباء والأمهات، لكن كما تعلم للأسف هناك بعض الآباء والأمهات الذين لا يهتمون تماما في الإعلام، ثم لا يهتمون أيضا في التواصل مع أبنائهم، والبعض منهم من يكسر التلفاز كما قلنا، ومن يتعامل مع الموضوع بعنف لا يتعامل معه بإدارة صحيحة ولا بحسن تعامل ولا بحوار، لكن يتعامل مع الأمر بقسوة وبشدة وكما يقال باستبداد للأسف، من باب أنه يريد أن يحافظ على الدين لكنه يكسر التلفاز وقد يكون عمله قمعي. ما هي الرسالة ممكن أن نوجهها من خلالك أو توجهها الأستاذ كريم لهذا النوع من الآباء للأسف؟ لا، هو حضرتك نحن في زمن مختلف عن الأزمان السابقة أو الأزمان الماضية. سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه الله مرضى عنه كان له يعني عبارة رائعة، أنا هذه العبارة بنيت عليها يعني كتابين من كتبي في المجال التربوي، ألا وهي ربوا أبناءكم لزمان غير زمانكم. الله أكبر. أصبح فرض على كل أب وأم إن هو وهو يربي ابنه أن يربيه بأفق متسع،
فالأحداث يتم تحديثها بشكل سريع. هناك مستجدات بتحدث، ربما نستطيع أن نمد لأبنائنا يد العون عندما يلاقونها في المستقبل. فأفضل حل كي نحصن أبنائنا أمام اضطرابات الحياة أن احنا نوسع من أفقهم من تفكيرهم من بيئتهم للحياة. فحضرتك أنا بالنسبة لي عندما أتعامل بعصبية سواء مع التلفاز أو غير التلفاز، عندما أقتل الحوار بيني وبين أبنائي، عندما أصنع يعني سدود وليس جسور من التواصل بيني وبينهم، للأسف الشديد أنا بخسرهم، لأن هو الابن أو الابنة في الأول وفي الآخر بيحتاج دائما إلى من يتفهمه قبل حاجته لمن يفهمه. طيب اسمح لي أستاذ كريم معك أن أخذ اتصال لنستكمل حديثنا. اتصال، ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم. مين معنا؟ يعطيكم العافية. حياك الله أختي. أمي محمد بن نابلس. تفضل يا أختي. يعطيك ألف عافية أنت وأخيك الكريم الضيف. حياك الله. بدي أستفسر عن تربية الأبناء. يعني أنا بصراحة بقرأ كتب كتير وبتابع برامج كتير. تفضل. يعني بدي أحاول أوصل لأولاد تعدي من جميع الأعمار 15-19 وعندي 7 و11. نعم. بس بشعر كتير يعني في ثقة كتير أنا وبيني وبين ولادي، بس لسه شعري إني أنا مقصرة، مش عارفة إيش يعني أتصرف معهم، يعني أتمم جاريتهم يعني، ولا إني أخذ وقت إني أتمم تابعة. المشكلة بالضبط وين يعني؟ هل أنتي المشكلة إنهم صراحة أصحاب السوق. نعم. هنا أنا أكثر إشي بقى يعني بحاول إني أبعدهم عنهم بس بطريقة لبقة. لبقة. يعني إني ما أخليهم إنه يعني غصب عنهم، لأنه ما بدي إياهم يروحوا يعملوا شغلات من وراي. احسنتي احسنتي. يعني انا بدي لا يكونوا ثقه يحكوا لي، هن كل شيء بيحكوا لي اولادي. طيب خليكي معنا واسمع، يعني ان شاء الله ننقل سؤالك مباشره للاستاذ كريم لانه كان حديثنا عن هذا الموضوع. استاذ كريم، ما دور اصحاب السوء في انحراف ابنائنا عن البوصله بصراحه؟ تفضل. طبعا هم يعني الاصدقاء اخي الكريم هم من اوائل واكثر المحاور خطوره في تشكيل مستقبل أبنائنا. الصديق بالنسبة للابن خصوصا في مرحلة المراهقة يكون أقرب إليه حتى من أبوه وأمه، لأنه بيجد لديه زي ما قلنا قبل ما أختنا الكريمة تتكلم، أن الشاب محتاج لمن يتفهمه قبل حاجته لمن يفهمه. اللي بيتفهمه فعليا لم يكن الأب والأم، فبيكون هو الصديق اللي في مثل عمره بيتعامل معاه وشايف أنه هو يعني صديقي أصحابه رجالة وبيتعاملوا من طلق ابن، هما الاثنين كبار، ومنطلق الاباء ان هم خلاص اشخاص لا يستطيعوا فهم الواقع ومش فاهميننا وفي فجوه ما بيننا، فبيكونوا اقرب. هل اصحاب السوء لهم علاقه ايضا في يعني اخذ ابنائنا لبرامج مدمره واذاعيه وتلفزيونيه؟ يعني احنا بنعرف اليوم بعض الزملاء وبعض الاصحاب السيئين بتلاقيه مباشره بدل صاحبه على برنامج فضائي فاضح في رمضان، وايضا هذا الموضوع في رمضان يحدث كثيرا. يعني هون الرساله ممكن نوجهها ايضا للاباء والامهات، انه اصحاب السوء ممكن ان يدمروا ابنائنا بتوجيههم لهذه البرامج المضلة والغير إيجابية والتي تنزع أبنائنا كما قلت وتسرقهم من بركة رمضان، وكما تفضلت من أن رمضان حصري في أجره وحصري في كرم الله علينا. لابد أن نشير لهذا الموضوع. أستاذ كريم، صاحب ساحب سيد الكريم في كل شيء. صاحب ساحب، اصحب صديقه إلى كل شيء. إذا ما كان صاحبي يعني يذهب إلى المسجد ويقرأ القرآن ويعني ويتعهد دائما من صفات التعهد بالأشياء الحسنة، فسيسحبني في هذا الاتجاه. وإذا ما كان الصاحب أو الصديق يعني لديه ميول يعني غير منضبطة، فبرضه هيسحبني في هذا الاتجاه. دعني أقول لحضرتك شيء مهم جدا، وهو إن إحنا يجب يعني خليني أبدأ شوية، وأنا دائما ما أحب إن أنا أخاطب يعني أطرح كل مشكلة لكي نواجهها مبكرا. يعني أنا في كتبي دائما ما أقول إن يجب على الشخص الغير متزوج أو اللي في مقتبل عمره إن هو يستزيد من قراءة كتب التربية. الله. لأن لا يصح إن إحنا بعد ما نبدأ في مواجهة المشكلات نبحث عن الحل، لا، يجب إن ندخل كل مرحلة ونحن لدينا مجموعة من القواعد اللي بنرتكز عليها في العملية القادمة. فإذا ما كنت هتزوج عندي قواعد في الزواج، إذا ما كنت سأنجب عندي قواعد في تربية الأبناء وهكذا. فإذا ما كنت عندي أبنائي صغار لزالوا في عمر سنة أو سنتين، لابد أن أنا أقرأ وأفهم واستوعب مرحلة المراهقة وأعد نفسي إعداد جيد. ليه يا فندم؟ لأن المراهق يريد من الأب أن يكون صديقه،
وهذا هو مربط الفرس. إذا ما استطاع الأب أن يكون صديق ابنه في مرحلة المراهقة، استطاع أن يجتاز هذه المرحلة بأقل خسائر ممكنة، بل ومكاسب عدة. ولكن هذه الصحوبية، هذه الصداقة لن تطرأ يوم وليلة. يعني أنا مش هصطدم بابني مرة واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة، وبعدين هسمع خبير بيتكلم تربوي بيتكلم فيقول لك صاحب ابنك فاروح اصاحبه والولد هيقبل هذه الصحوبيه ببساطه؟ لا مش هيقبل. صحيح مش هيقبل اذا كانش في اعداد. نعم. المخزون اللي عنده عني ان انا متعنت او ان انا صلب في رايي او ان انا شديد في تربيتي. ولكن لو انا بنيت هذه الصداقه من مرحله متقدمه، اللي هو عنده 5 و6 و7 سنوات، بنضحك ونخرج ونتكلم وبعامله ان هو شاب كبير وبحترم انسانيته وكينونته واحترامه لنفسه واحترامه لذاته، فبالتالي انا وهو هندخل هذه المرحله على اسس ثابته راسخه هتسمح لي ان انا اقومه واقول له الصح والخطا، وهو يستمع وكانه بيستمع الى صديقي. ولكن اذا ما قلنا بان خلاص انا ابني الان مراهق ولدينا يعني اصدقاء انا استشعر من ان هم اصدقاء مش جيدين او بيسحبوه الى منطقه سيئه زي الاختيار الفاضله كانت بتتحدث، فانا اميل دائما الى اني اكون او ابدا حديثي مع الولد والشاب بهدوء وببساطه وبيسر وبرويه، الا اذا كان يعني هناك شيء لا يمكن السكوت عليه كمحرم مثلا، او شيء انا اجد ان ابني لو يعني الهدوء فيه او البساطه او الرويه فيه ممكن هي تخسر ابني يعني ملحقوش زي ما، فهنا يجب ان اكون صارم في تعاملي مع ابني. لكن دون ذلك هذه المرحله، مرحله المراهقه، مرحله خطيره جدا. صحيح. جدا جدا، ويجب التعامل فيها بهدوء ورويه شديده، حتى يمكن ان اسحب ابني من يعني من هذه الدائره الى دائرتي القريبه واكون ذكي في التعامل معه. انا دائما يعني احب ان اشبه يعني علاقه الاب بابنه كعلاقه الصياد بالسمكه. عندما اصطاد سمكه واجد ان هي شبكت في السماره، مش بشدها مره واحده، ولكن الصياد يحكي لحضرتك انه اذا ما وجد في السمكه شده ارخى لها في القيد، اذا ما وجد منها يعني ارتخاء فبدا في شدها الى ان تصبح لينه بسيطه فيجذبها لي بسهوله ويسر، ولكن شدها مره واحده كفيل بقطع الخيط وان هي تهرب منه. انا اطالب الام الكريمه او اي اب كريم في التعامل مع ابن المراهق تحديدا يكون اشبه الصياد اللي عايز يصطاد ابنه من يعني من بحر الخطا والزلل الى الشاطئ السليم ان شاء الله. جميل. يعني انا استاذ كريم اضافتك اضافه رائعه جدا. اختنا من سهير دواني من على صفحتنا على فيسبوك بتقول: اتقدم بالشكر لإذاعة القران الكريم وللمدرب محمد بشارات، وشكر خاص للاستاذ كريم الشاذلي. السؤال هنا تسال الاخت سهير: هل هناك برامج محدده ينصح يعني بعرضها للشخص المبتدئ في مشاهده البرامج الهادفه، خاصه ان قسم منها يعني برامج سيئه وممله؟ كيف يمكننا أن نوجه أبنائنا نحو البرامج الإيجابية؟ يعني أشعر من سؤالها أستاذ كريم أنها تسألنا كيف نوجه أبنائنا نحو البرامج الهادفة، لأنه في بعض الأحيان صدقا أنه بعض الآباء والأمهات ما بيقدروش يعرفوا. قبل أن تجيبني على هذا السؤال، دعني وإياك أن نأخذ اتصال آخر. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الأخت، مين معنا؟ وبارك فيكم. حياك، مين معنا؟ محمد من منطقة السلفي. حياك الله، تفضل يا أختي محمد. الله يحييك. والله أنا يعني بس بدي أفهم إذا كان يعني مثلا الأم تهتم بتربية الأبناء وما بتحبهم يحضروا برامج سيئة وغير جيدة وبدها تربيهم على الشرع، أما من ناحية الأب يعني الأب عكس ذلك، فشو بيكون دورها؟ أحيانا الأولاد يعني بتجاوبوا مع الأم، وأحيانا بيكون يعني الأب بفهمه دور سلبي بمعنى. أيوة دور سلبي، فأنا بكون يعني بصراحة متضايقة من هاي الشغلة. بس ما بقدر أعمل شيء، بحاول أنصحه مثلا وأحكي له شغلات الدين، بس للأسف ما في رد. طيب. إيجابي. أنا بشكرك أختي محمد، خلينا نكسب إحنا وياك الوقت مع الأستاذ كريم، بشكرك كثير. أستاذ كريم، السؤال كأنه يعني توافق مع سؤالنا، إنه إذا كانت الأم توجه والأب هنا دوره سلبي، ما هي الرسالة اللي ممكن أن نقولها وإياكم يعني لمستمعتنا الكريمة ولكل المستمعين الكرام طبعا؟ تفضل. نعم، تعذرني أختي الكريمة إذا ما قلت أن أسوأ يعني شيء في العملية التربوية ألا يكون الأب والأم لديهم منهج تربوي واحد. جميل. للأسف الشديد بيبدأ الابن في
في ذلك الوقت في اللعب، وهذا شيء بيهوال الأبناء جدا. نعم. إن هو يلعب على الأب وقتما يعني يحلو له رأيه، والأم إذا ما حل لها رأي الولد. فهنا أنا بقول لأختنا الكريمة يجب إن هي تحاول ابتداء إنها يعني تتفاهم مع الأب. هذا هو رقم واحد، الأب هو رقم واحد، يجب أن تتفاهم معه وتتحدث وتتكلم، حتى وإن كان نتيجة هذا الحوار والكلام إن يترك لها العملية التربوية كاملة، يعني يصبح الأمر الناهي فيما يشاهد ويشاهد أو لا يشاهد في الخروج أو عدم الخروج، في المصروف هل هو كثير أو قليل، هو فقط للأم. والأب خلاص يعني هو الدور هنا أصبح من أنه انتقل إلى هو سلبي، أصبح تفويض، أنا بفوض الأم في هذا الأمر. ولكن أن يكون هناك أو يشاهد الأبناء عدم توافق في المنهج التربوي ما بين الأب والأم، فهذا شيء في غاية الخطورة في الحقيقة، ويجب أن يتم حله ما بين الأب والأم بسرعة متناهية. أما غير ذلك ففي الحقيقة يعني إذا ما قالت الأم شيء فسيستشعر الأبناء وهم يخلفوها إن هم ما صنعوش شيء سيء، ما هو إحنا عادي، ما هو البابا واحد زينا بالضبط. فهم مش مستشعرين إن هم يعني مش بيسمعوا الكلام، مش مستشعرين إن هم بيعملوا حاجة غلط. ولكن الحل الحقيقي البسيط هو في ذلك الأمر لتطلب الأختنا الكريمة من الأب إن هو يعني يترك لها تماما الجانب التربوي، ده هو يعني دوره يكون في مقام الأشياء اللي هي تجد إن ما فيهاش مشاكل أو فيها أي صورة. جميل. أستاذ كريم، نرجع لسؤالنا اللي قبل اللي هو كيف تعرف أو يعرف الأب والأم أن هذا برنامج فعال أو إيجابي أو جميل؟ للأسف أنه مرات يغرر في الآباء والأمهات كما قلنا من خلال الإعلام، لأنه الإعلام يعني كما قلنا للأسف الإعلام الهابط لغة الكذب، فقد يعني يحسن صورة برنامج وسيء برنامج مضل. كيف يمكننا أن نوجه الآباء والأمهات في حسن اختيار البرامج النافعة؟ لأنه كما قلنا لا نستطيع أن نشيل هذه الشاشة أو هذا الصندوق الصغير من البيت، فهو يعني إذا كنت بدي أسميه شر فبقول شر لابد منه. كيف ممكن أن ننتقي البرامج الهادفة الإيجابية وأن نتقي شباك الضلال والبرامج التي قد تكون هدام لأبنائنا؟ نعم، هو يعني إحنا دعنا ننظر إلى جزء مضيء في المشكلة اللي نتحدث عنها. وطبعا زي ما الإعلام فتح ربما يكون فعلا أكثر من 95 أو 98% مما يعرض هو شيء سيء وسلبي، ولكن هناك الحمد لله مساحة يستطيع من خلالها الشخص أنه يجد ضلته إليه، سواء في قنوات بتقدم للأطفال فيها أشياء طيبة أو جيدة، أو حتى الحمد لله برامج للكبار. إحنا حتى في رمضان هذا العام نستطيع نشاهد الدكتور طارق السودان، نستطيع نشاهد عمرو خالد، مصطفى حسني، معز، يعني هناك أسماء جميل بتقدم محتوى محترم. كما نستطيع أن نستمع لبرنامجك فرمتها اللي أنا استمعت له، هو برنامج رائع بصراحة. يعني جزاك الله خيرا يا فندم العفو. فحضرتك الحمد لله في أشياء يعني جيدة كثيرة جدا، وهو ربما يكون يعني هذا بعيد عن حديثنا وعن كلام ده، إلا إن أنا أجد سيدي الكريم إن سنة التدافع على سطح الأرض بتستدعي من المسلمين أن يتدافعوا في مجال الإعلام. نحن ضعاف جدا، ليه الضعف يا أخي؟ نحن لدينا الإمكانيات المالية والإمكانيات التقنية، وقادرين إن احنا نصنع كإسلاميين وكأصحاب خلق، دعكم إسلاميين، كأصحاب مروءة، كأصحاب فضيلة، صحيح، أن نصنع إعلام محترم. لماذا لا نصنع هذا؟ لماذا نكتفي بالولولة؟ لماذا نكتفي بالشكوى؟ لماذا؟ والبكوء يعني والبكاء على الأطلال فقط يعني. فعلا أنا يعني في الحقيقة بغض النظر عن قضية مسلسل عمر بن الخطاب وقضية تكسيب الصحابة كمسألة فقهية مختلف عليها، ولكن قام كالأستاذ وليد سيف وهو من الكتاب العظام الموجودين في الوطن العربي، لماذا لا يقدم وليد سيف يعني أعمال طيبة؟ هو الذي قدم من قبل ثلاثية الأندلس ومسلسل صلاح الدين الأيوبي، صحيح، والتغريبة الفلسطينية، يعني لديه أعمال طيبة وجميلة وحازت على 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 احترام عالمي الكثيرين. بالضبط. فلماذا لا نستخرج يعني أمثال هذه الشخصيات لكي تصنع علينا دراما حقيقية محترمة؟ ولكن بما أن الأزمة هي الموجودة فدعنا نتحدث عن الأزمة. فأنا بقول لأختنا الكريمة وهي تشاهد البرامج والتلفاز، هي فين يعني الوعي والعقل وأنا أشاهد؟ نعم. أنا بجلس كأب بتفرج على القناة وبتفرج على، يعني أنا أعرف أبنائي
اللي بيتفرج على ابني وهو يتفرج على يعني برنامج مدبلج على القنوات بيتحدث عن الاختراعات وقصص الاختراعات ويسألني سؤال طفولي، لماذا جميع المخترعين أسماءهم ليست مثل أسماءنا؟ ليش توماس؟ جميل. وليش؟ فهو بيسألني سؤال، ليه كلهم أجانب؟ ليه ما فيش عرب؟ فهم؟ فهنا أنا بتواصل مع ابني فأحكي له وأقول له لا تعالى أنا عندنا واحد اسمه ابن الهيثم وعندنا واحد اسمه ابن النفيس وعندنا وهذا اخترع كذا وهذا اخترع كذا، ولكن إن هذا برنامج يعني تم صناعته في أوروبا ودبلجته فهم يهتموا بعلمائهم. إذا أبرمج ابني على أن أثير به أسئلة لماذا ليس لدينا، لا عندنا علماء رائعين، وممكن كمان أوجه أن يكون هو أحد العلماء هؤلاء. بالضبط. وأشرح سيدي الكريم يعني أشرح لابني ما الذي يحدث، يعني عندما نشاهد إعلان والإعلان فيه من المبالغة الشيء الكثير، أشرح لابني أن هذا الشيء ليس حقيقي في الواقع، وأن في الإعلام يضطروا أن هم يصنعوا شيء من المبالغة علشان نهبط لنشتري المنتج. يعني الشرح والحديث مع الابن وإفهام الابن ما الذي يحدث هذا الشيء مهم جدا. بلا شك سيتلوث الطفل، بلا شك سيمر عليه ما لا نود أن يراه أو ما لا نود أن نسمعه. نعم. ولكن مع تعهدنا الدائم وإيقاظنا لفطرته السليمة وضميره أظن أنه إحنا بنتخطى هذه المرحلة بأقل قدر. رائع. أختنا هالة بتتحدث في على الفيسبوك بتقول لابد من الأهل الواعين ولابد أن يوعوا أبنائهم نحو الإعلام الهادف، وذلك من حيث أن يميز بين الفرق بين السلبي والإيجابي، وهذا دور متعلق في الآباء والأمهات. دعنا أستاذ كريم نأخذ وإياك اتصال. ألو السلام عليكم. السلام عليكم. حياك الأخت، مين معنا؟ أختي بسرعة من الخليل، يعطيك العافية. حياك الله ويرضى عليك، تفضلي أختي. بارك الله وطاعتك بأخي. جميعا إن شاء الله، تفضلي أختي. معلش ممكن أسأل حضرة الأستاذ؟ تفضلي. في الأونة الأخيرة يعني انتشر مسلسل تركي طبعا هو توادى الذئاب، فأنا كوني شباب عندي يعني متعلقين، مش بس ولدي بس هي شباب كثير متعلقين في هذا المسلسل. بدي رأي الأستاذ يعني شو رأي في هذا المسلسل؟ هل هو له مردود عكس على شخصية الشباب؟ بنصح فيه أو ما بنصح فيه؟ ويرجع تعطيني يعني جملة يعني هل هو يعني مناسب لهيك بالسن أبنائي الشباب أو مش مناسب؟ وشو رأي الشباب؟ هل يعرض في رمضان يعني هذا البرنامج أختي كريمة؟ نعم يعرض في رمضان. طيب أشكرك لك، فشكر لك. أنا لا أدري إذا كان الأستاذ كريم الشاذلي إذا كنت سمعت في هذا المسلسل. لا هو في الحقيقة لا أنا ما شفتوش المسلسل، لكني شفت الفيلم لأنه هو كان فيلم. طبعا هو فيلم وحول إلى مسلسل. وتحول وشفت في الحقيقة ما شفتش الخص بفلسطين منه. لكني كنت شفت الخص بالعراق ورق لي في الحقيقة، رغم أنه هو يعني في ذلك الوقت كان أشبه بأفلام يعني وكأن تركيا بترد على هوليود تماما بشيء كرامبو أو الأفلام اللي بتعمل شخصية خارقة يعني جدا بالضبط والبطل الخارق. ففي الحقيقة أنا ما شفتش لكي أستطيع أنا يعني أحكم بشكل جيد، ولكن من خلال نظرتي البسيطة لما يتم تقديمه الآن في الإعلام، وأنا في الحقيقة مهتم يعني ليا اهتمام بالدراما إلى حد كبير. جميل. فأنا من نظرتي العامة أستطيع أن أؤكد بأن لا يوجد عمل فني درامي واحد في رمضان يمكن أن يشاهد، إذا ما استثنينا مسلسل عمر اللي لم شفتوش الحقيقة، ولكن ثقتي في السيناريست طبعا بعيدا عن الإشكالية الفقهية وهل يجوز تكسيب الصحابة أم لا، ولكن ثقتي من خلال أعمال السابقة في الدكتور وليد سيف يعني تستثني هذا العمل من الأعمال الموجودة المطروحة السيئة. فأنا يعني أعتذر لأختنا أنا ما شفتش هذا العمل. جميل. لكن في مسلسل عمر تحديدا، حتى لا أدخل في نقاش طويل عن هذا المسلسل، كما رأيت وراء الكثيرين يعني ونحن كمتلقين يعني نعتبر أنفسنا، هناك مجموعة من العلماء الذين رأوا هذا المسلسل ولهم رأي فيه وهم أقروا وجود هذا الشيء رغم أنه كما تفضلت فيه خلاف. بصراحة أنا مع أن يكون هناك توجيه أبنائنا نحو ما هو فيه خير من مسلسلات حضارية إسلامية تعزز القيم عند أبنائنا، لكن مع أخذ المحاذير الشرعية كما تفضلت، وهذا مسألة لابد أن تكون عندنا تحكم فيها وفقه
يعني حتى ما نكونش يعني نحجم عن الرؤية أو نقبل على رؤية الأشياء دون أن يكون لدينا وعي كآباء وكأمهات في هذا الموضوع. زياد حسيبة على صفحة الفيسبوك بقول إن أنا برأيي الإعلام إن كنت تريده خيرا فخير وإن شرا فشر، وذلك ذلك يترتب على مراقبة الوالدين لما يتابع ابنهم. فأنت ممكن أن تبقي على التلفاز والقنوات المفيدة، وممكن تبقي على القنوات الرذيلة والمضللة. إذن دور الآباء هم في اختيار هذه البرامج والمتابعة في هذا الموضوع. أستاذ كريم، أنت تعلم أن اليوم هناك فضائيات إسلامية يعني في هذا التزاحم بدأت تضع لنفسها دور فعال، هل يعني كإنسان مراقب وكإنسان يستضاف وكإنسان لك برامج، هل تشعر أنه نحن متفائلين أكثر وهناك سيكون إعلام يعني هادف ينافس إن شاء الله؟ طبعا إن شاء الله، طبعا بلا شك، ويقيني هذا مبني يعني على مراعاتي على فطرة الإنسان العربي والإسلامي. الغالب العام، شوف سيد الفاضل، نعم، الإعلام على سبيل المثال، ده على نضرب مثال بمصر هي التي تعتبر رائدة في المجال الإعلامي، يعني فيها القمة الصناعي وفيها مدينة الإنتاج، ومعظم القنوات اللي بتخرج بالمئات هي قنوات مصرية. في مصر معظم ما يقدم الآن هي قنوات تعود إلى ثلاث أو أربع رجال أعمال مصريين. المتحكم في الرؤية الإعلامية في مصر، في الخريطة الإعلامية في مصر، في السياسة الإعلامية، هم ثلاث أربع أشخاص بالأسماء، يعني معروفين بأسمائهم. وهذا إن دل على شيء يدل على أن هؤلاء هم اللي بيحركوا الشعب يمينا ويسارا، وهم اللي بيسقطوا في أذهانهم. صحيح. هناك نظرية أخي الكريم تقول أن الإعلام يعني مش بيقول لك، يعني إحنا نقفل في المصر، يعني مش يقول لك يعني تفكر إزاي، ولكن هو بيقول لك انت تفكر في ايه. تمام. يعني لان مخ الانسان اشبه بالماكينه. صحيح. بتضع فيها قطن بتخرج لك حرير في الجهه الاخرى او قماش في الجهه الاخرى. والله وضعت في الماكينه ماي بتخرج لك ماي في الجهه الاخرى. صحيح. فعندما اضع في الاذهان دائما اشياء تافهه واشياء غير بناءه، فانا ما قلتلكش فكر بشكل غير بناء، ولكن ما وضعته من معطيات هي اللي تخرج هذه، هي التي تخرج فيها. نعم. بالضبط. صحيح. هناك الآن في هذه المرحلة هناك حالة من التمرد أخي الكريم عند الشباب. الحمد لله كثير من الدول التي كانت تعاني من الظلم والاستبداد في الفترة السابقة يعني قامت بثورات، لا زالت هذه الثورات لم تكتمل، نظرا لأن هناك دولة عميقة، دولة سفلية في كل الدول، في مصر وفي تونس وفي اليمن وفي ليبيا، كلها هناك رجال أعمال، هناك مستفيدين. صحيح. يعني من مصلحتهم، هناك من سيقاوم هذا التغيير، يقاوم. ولكن أنا شايف أن بهذا الشباب الطيب، الشباب اللي كسر ما اصطلح على تسميته بالمستحيل، يعني خلع هؤلاء الناس كان مستحيل في وقت من الأوقات، هذا الشباب اللي صنع هذا الأمر بمساحة التمرد اللي عنده، إما أنه هيصنع إعلام جديد وإعلام بناء وإعلام يحترمه، وإما أنه سيجبر الآخر على أن يصنع هذا الإعلام. جميل. لكي يستطيع أن يكسب. وهذه هي رؤية كل المظاهر التشاؤمية الموجودة في عالمنا وفي واقعنا الآن. أنا متأكد أن هي سحابة صيف ما تلبس إلا وتزول. أحسنت. لكن ربما يطول هذا الأمر يعني بعض الشيء، ولكن ده أمر طبيعي ومنطقي، ومن عاش في الظلمات لمدة 60 أو 70 سنة لن يدير أن يعيش 3 أو 4 سنة. رائع رائع. يعني أستاذ كريم، ختامك في هذه الكلمات الرائعة الراقية، دعني يعني في ختام حلقتنا أن أشكرك أولا، أقول بارك الله فيك وبعلمك، وأسأل الله أن ينفع بك وتكون يعني من رواد حقيقة التنمية البشرية، وأن تكون يعني من مصر الكنانة، أرض عظيمة ونحبها ونحبكم أيضا في الله. أيها المستمعين الكرام، الأستاذ كريم الشاذلي حتى تعرفه أكثر، لديه موقع على الإنترنت، لديه إصدارات جميلة جدا، موقع على الإنترنت الشخصي karimashadhili.com، تستطيع أن تتواصلوا معه. أيضا كتاباته في فلسطين منتشرة والحمد، في كتابات رائعة، والشباب كلهم مقبل عليها، من آخر كتبه كم حياة ستعيش، من أجمل كتبه أيضا الشخصية الساحرة، امرأة من طراز خاص، ما لم يخبرني به أبي عن الحياة، سحابة الصيف، ولغات الحب، وإلى الحبيبين، والآن أنت أب، والعديد من الكتابات. أدعوكم وبصراحة من خلال هذا البرنامج أن تقبلوا على هذه الكتابات وعلى هذا الكاتب الرائع، أسأل الله أن يحفظه وأن ينفع به. أستاذ كريم، دعني أن أشكرك وأقول بارك الله فيك وجزاك الله خير. يعني إحنا سعدنا تماما أن تكون ضيفا عزيزا على هذا البرنامج، وتحديدا من خلال إذاعة القرآن الكريم في فلسطين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظك وأن يبارك بك وأن يجعل كل ما فعلت في ميزان حسناتنا جميعا إن شاء الله، وحسناتك أيضا. جزاك الله خيرا، جزاك الله خيرا. ويعني أنا بشكر حضرتك وبشكر قناة يعني إذاعة القرآن الكريم الجميلة الجليلة الموقرة،
وبأودي سلامي الحار والطيب لأهلي في فلسطين، وربما إن شاء الله يعني سنلتقي يعني بهم قريبا إن شاء الله. إن شاء الله، وهذا الشيء إن شاء الله ستكون المفاجأة القادمة لأهل فلسطين. بارك الله فيك وجزاك الله كل خير. مستمعينا الكرام حياكم الله، جزاكم الله كل خير، سعدت بكم وأرجو أن يكون ضيفنا ومفاجأتنا لاقت رضاكم. تواصلوا معنا على مواقعنا على إذاعة القرآن الكريم وعلى صفحة الفيسبوك، نلقاكم في حلقتنا الرابعة والتي سيكون فيها أيضا ضيف جديد أو ضيوف جدد لنساهم وإياكم في بناء جيل واعي وملتزم وإعلام هادف بإذن الله تعالى. تحياتي لكم، لا تنسوني من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرت تعاليم الدين ما بين القاصي والداني، من أقصى المغرب للصين أحلام الدعوة تغريني، ترفعني عن دنيا الطين. أحلام الدعوة تغريني، ترفعني عن دنيا الطين. تخبرني أن الإنسان يمضي قدما نحو الدين. عمر يكفيني لنشرت تعاليم الدين ما بين القاصي والداني، من أقصى المغرب للصيني.